وللحديث عن تجربة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا وتأثيره على المنظومة التعليمية في العراق، ينضم إلينا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور قحطان. حياك الله، أهلا بك بالقناة والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. منذ آذار 2020 وحتى اليوم، كيف تقيم تجربة التعليم عن بعد في العراق؟ بغض النظر عن تردي الوضع في العراق بشكل عام بعد 2003 وما فيه التعليم لأسباب كثيرة معروفة للجميع، إلا أن جائحة كورونا وما ترتب على ذلك أضاف أعباء إضافية على التعليم، ذهبت في التعليم إلى حد متردي بشكل كبير. وتجربة التعليم عن بعد واستخدام الحواسيب وكذا الأمور التي دارت منذ جائحة كورونا لحد الآن دلت العراق بدلالات سيئة للغاية، وذلك لأسباب عدة، منها أساسا أي التجربة بذاتها غريبة عن الوضع العراقي. الشيء الآخر أن الاندفاع الحقيقي للأستاذ لأن يغطي الحاجة الحقيقية للطالب غائبة عن الأستاذ، حجم التلقي من قبل الطالب والإهمال أيضا هذا واضح بشكل كبير، إدارة غائبة، إدارة المدارس وإدارة التربية غائبة عن هذه الآلية الجديدة، آلية الدراسة عن بعد. وبالتالي اشتركت الجهات المسؤولة في التعليم، المعلم والطالب والمراقبة التعليم أو الإشراف عليه، كله أدى إلى أن يكون التعليم في وضع متردي للغاية. والنتائج في تصوري إذا استمرت هكذا بفعل طبعا جائحة كورونا وبفعل غياب الجدية من قبل الحكومة لإدامة هذا النوع من التعليم الذي أجبر عليه الطالب والأستاذ، سنكون أمام آلية جديدة تضاف إلى الآليات التي تسيء للعراق بشكل عام وللتعليم بشكل خاص. يعني أمام هذه الظروف التي تحدثت عنها وأسباب تراجع العملية التعليمية ولا سيما يعني التعليم عن بعد، من المفترض أن تكون الحكومة على دراية تامة بما تحدثت به. ما هي الإجراءات أو ما هي مسؤولية الحكومة بالضبط عن كل هذه الظروف وعدم معالجتها؟ بالتأكيد هكذا أمور ليس من السهل بما كان حقيقة أن تأتي الحكومة بآلية لكي تؤدي عملية الدراسة عن بعد مهمتها طالما هناك خلل لدى الطالب وخلل لدى المعلم. ولكن الحكومة بشكل عام التي أهملت التعليم، وأن مدارس عراقية كما هو معروف حالة سنرتى لها مدارس بلا سقوف ولا 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 رحلات للطلبة، يجعل الحكومة بعيدة عن الآلية. الآلية التي يمكن أن تقوم بها الدولة في هذه الحالة أن توفر حواسيب، أن توفر نوع من البرنامج الذي يتابع من قبل الجهات الرسمية في التربية للمدارس كأنما حالة إشراف عبر الإلكترونيات. ثم عملية المناهج يجب أن يتم إعادة النظر بها، باعتبار أن مثلا على سبيل المثال هناك بعض المواضيع التي قد ممكن الآن للظرف الحالي تؤجل أو تقلص على الأمور الحساسة المهمة في المعلومات أو في العلم المعني. هذا كله لم ينتبه إلى الحكومة لكي تدرك أن تقليص الوقت الزمني وتقليص آلية التعليم المباشر تؤثر على مستوى تلقي الطالب، وبالتالي عليها أن تعيد النظر في المناهج، تركز على الأشياء المهمة، تراقب عملية المتابعة الطالب من قبل الأستاذة، وبالتالي قد تأتي إلى حالة إيجابية إن استطاع ذلك. ولكن في تصوري وفق حالة الفساد المستشرية وكأنما هناك آلية مقصودة لكي يساء إلى التعليم، لا أعتقد أن الحكومة تكون جادة في هذا الشيء. يعني ذكرت أن هناك لربما شيء مقصود لتراجع عملية التعليم، من وراء هذه يعني هذا القصد؟ بالتأكيد شيء مقصود. وإذا استثنينا جائحة كورونا وما ترتب عليها لوجدنا مدى الإهمال الحكومي الرسمي للمدارس وللطالب وللتعليم وللتعليم العالي. إذن عملية الإساءة إلى التعليم هي ممنهجة طالما الحكومة لم تقم بشيء إيجابي في ظروف أخرى كانت أكثر من هذا الظرف إيجابيا بكثير.
أما الآن في رأينا أن لماذا لا تستطيع الدولة أن تقدم شيء؟ دلالاتها أو أسبابها تتحجج بها أن الآلية جديدة وأن مستوى التعامل العام الطالب مع التواصل الاجتماعي ليس كالذي مدرب عليه تدريبا متقدما، وحتى الأستاذ ذاته أحيانا قد يصعب عليه التعامل في هكذا برامج. إذن عملية الإساءة إن كان بعضها مبرر بحكم الجائحة، ولكن إهمال المقصود من قبل الحكومة ومن قبل الذي تسلط على الشأن العراقي بعد 2003 جاء بأجندات يراد أن يعيد العراق إلى الجاهلية، وهذا مسألة معروفة للجميع. يعني بالنسبة للكوادر، كوادر العملية التربوية والتعليمية، كيف دفعت الثمن من الفساد المستشري في الدولة وفي هذه العملية التربوية بشكل عام؟ حقيقة الأمر كفرد لن يدفع الثمن في رأيي الشخصي. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد استخدم بعض المعلمين هذه الجائحة سبيلا للتعليم الخاص، يعني وكأنما هناك حجة أن الطالب غير قادر على أن يتلقى التعليم عن طريق الحالة الجمعية السابقة يتلقى عن هذا، ولكن المعلم كان أيضا بحاجة أن يكون أو خسر شيء كبير، خسر مهنيته وخسر جانب من أبويته في التعامل مع الطالب، وخسر الشيء الآخر هو عملية المواكبة إلى آلية التعليم عن بعد. كما قلت قبل قليل أن بعض المعلمين ذاتهم قد لا يفقه بشكل جيد استخدامات الحواسيب وقد لا يملكون الحواسيب. إذن المعلم من جانب خسر جانب من مهنيته وإنسانيته في التعليم، وأيضا من جانب آخر الأسباب الشديد منهم من استفاد من هذه الحالة وراح يكثر من حالات الدروس الخصوصية، وبالتالي أيضا أساء ذلك على عملية التعليم وعملية الاستمرار بالصورة السليمة. يعني لربما تكون الأسباب في مجملها هو غياب الخطة الحكومية للتعليم. هنا السؤال دكتور قحطان، إلى أي يعني إلى أين يتجه التعليم في العراق إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن؟ للأسف الشديد الأوضاع دائما في العراق تسير نحو الأسوأ، إن كانت جائحة كورونا موجودة أو غير موجودة. كما قلنا قبل قليل، قبل جائحة كورونا كانت دلالات التردي واضحة على مستويات كافة، على التعليم الذي نحن الآن معنيين بنقاشه أو على الصحة أو على الزراعة أو على الصناعة أو ما شابه ذلك. إذن حقيقة الأمر يخص الجانب الرسمي للدولة أنها غير كفوءة من حيث كوادرها وغير جادة من حيث العمل، وكأنما هي إلى حد معين جادة بالإساءة. لذلك أتوقع أن التعليم في العراق عبر هذه الدائرة الإلكترونية حالة خاطئة جدا، ورغم أنها مجبرة يكون دقيقين في وإحنا كعلميين مجبرة الحكومة على هذه الآلية، ولكن عليها أن توفر الأسباب اللازمة والمتابعة اللازمة والمراقبة اللازمة، ولكن لا أعتقد الحكومة تكون جادة لأسباب كثيرة. أولا اهتمامها هو أساسا بشؤون عراقية ضعيفة، الشيء الآخر الجانب المالي للحكومة تعاني كثيرا، والشيء الأهم هذاك الفساد المستشري في دوائر الدولة. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.